كلنا شفنا يوم محاكمة قاتل سلبى، خروج أهلها غاضبين وفي حالة ثورة عارمة، ويكادوا هينفجروا من الغيظ لما دار في المحاكمة، لدرجة إن الأم بتقول المراسلة رشوة، وبتقول الدكتور كان بيتكلم كأنه هو المحامي مش الطبيب. أما والدها وقرايبها بيقولوا هيخرج براءة، وإحنا عارفين إنه هيخرج براءة، ويا ريت يخرج براءة عشان إحنا اللي هناخد حقها بإيدينا. ده اللي دار خارج المحكمة، ده اللي خلاني أرجع للفيديوهات وأشوف إيه اللي دار جوه المحكمة، وأغضب أهل سلمى بهذه الحالة وهذه الدرجة. رجعت للمناقشات اللي بين سيادة المستشار المحترم واللي هيتابع الفيديوهات بعد كده والمحاكمة دي، هيعرف قد إيه إن إحنا معانا قاضي محترم جدا. القاضي كان بيناقش الدكتور، وعرفنا إن الطبيبة اللي قابلت إسلام في 2019 لما جات له حالة نفسية، الطبيبة دي توفت في 2020. إذن اللي موجود تقرير الطبيبة بحالة إسلام، واللي موجود مدير المستشفى. مدير المستشفى بيتكلم على حسب التقرير اللي موجود قدامه، وبيناقش القاضي على حسب الموجود، إن هو جات له الحالة دهان، وهي حالة أعراضها ضلالات وهواوي هجاوي هواجس وسلوكياته تبقى عنيفة وعدوانية بيميل الانتحار. ده سبب اللي خلى أهله يجيبوه، ومضى أيام في المستشفى وبعدين خرج منها. السؤال بقى اللي جعل الأهل وأنا كمان قلقت لما القاضي سأله، إجابة الدكتور ما عجبتنيش، لأن القاضي بيقول له إيه اللي خرج إسلام من المستشفى؟ الطبيب قال له أهله طلبوا خروجه، معناه إن هو خرج حالته لسه الصحية غير سليمة وقواه مش مظبوطة. دي الإجابة دي كده بتقول كده، سبب خروجه إيه؟ قال بناء على طلب أهله. فالقاضي الكلمة دي لصالح إسلام، والقاضي عايز الحقيقة، عايز حق البنت اللي انقتلت غدر دي. فبص في التقرير اللي قدامه، وجد مكتوب فيه إن الحالة تحسنت وإن حالته استقرت، فقال له حالة إسلام استقرت، ده المكتوب في التقرير. وكأن الطبيب انتبه من الكلام قدام القاضي، وإن هو قارب نفسه، وقال له أيوة، وأهله طلبوا خروجه. فالقاضي قال له يعني معناها إنه طلب خروجه بناء على إن حالته استقرت وتحسنت. القاضي بيصلح للطبيب الكلام عشان يبقى شهادته واضحة إن الإسلام طلع بناء على إن هو تحسنت حالته واستقرت، وبناء على كده خرج، لكن خدوه تعبان. دي النقطة دي مش لصالح سلمى نهائيا. السؤال ده خلى الأهل فعلا قلقوا، وأنا قلقت. اللي هو الموضوع على قد المستشفى اللي هي من العزايم اللي هي كان فيها إسلام، لا إسلام يطلع براءة، ولكن القاضي الجليل أحال القضية إلى الطب الشرعي، الطب النفسي للعباسية، وهم اللي هيدوا تقرير، وطبعا تقريرهم بيبقى محايد. بعد متابعة إسلام هيقولوا حالة إسلام قبل الجريمة وأثناء الجريمة وبعد الجريمة، هيبان حالته كلها قبل ما يرتكب وبعد ما ارتكب، وحالته دلوقتي إيه. هيقدموا التقرير اللي هو هيكون إن شاء الله جلسته على 3/10، هيقولوا تقريرهم وهنتابع القضية ونعرف إيه اللي جرى. أهل سلمى قلقوا لما وجدوا إن القاضي هو بيناقش الدكتور فعلا غلط، وفي النقطة دي بالذات واضح إن هو كان بيميل إلى إسلام. شهادته في النقطة دي بالذات بتبين إن هو بيميل إلى خروج إسلام. بس إحنا عايزين نقول حاجة، إن حتى لو التقرير الطبي من العباسية قال إن إسلام حالته ووعيه كان غير سليم وغير واعي، يا جماعة مش هياخد براءة. يعني أهل سلمى يفتكروا إن هم هيخرج براءة، لا مش هياخد براءة، لأن الحالة دي المحكمة هتقوم حكم بإن هو يحول لمستشفى العباسية ويبقى تحت المراقبة، لأن ده ارتكب جريمة، فبيبقى تحت رقابة مشددة وبيقضي عمره كله هناك، ده هو عليه جريمة. فهو الحالة إن هو هيطلع براءة، لا، أهل سلمى حقها مش هيروح، يا إما إعدام يا إما هيخش مستشفى العباسية وتحت رقابة مشددة وحراسة، لأنه مجرم. بس احنا بنطمنكم ان اسلام عامل فيديوهات على اليوتيوب، وكان ليه قناة، وكان بيتكلم مع الناس. اسلام واعي جدا وعارف هو بيقول ايه، وكان بيقول ده انا صرفت عليها 50,000، واحد عمال يحسب.
اللي صرفه واللي جابه يبقى ده مش مدرك لأفعاله؟ النقطة الأخيرة هتكلم فيها إن أبو إسلام قال كلمة خطيرة جدا، قال لك إن في بنت كانت بتتواصل مع إسلام وتديله أخبار سلمى. البنت دي إحنا جبنا سيرتها قبل كده. البنت دي جبنا سيرتها لما قلنا إن هي قالت لسلمى تعالي زوريني، وهي اللي أدت إسلام طبعا تقرير إن هي جاية وبالله، وبالتالي إسلام جه وترتكب الجريمة. فبرضه تاني أبو إسلام قررها وقال إن في بنت بتتواصل بإسلام وهي بتسبب إن هو بيتغاظ وبيصور بعدها ما بيكلمه وبتديله أخبار سلمى. فالبنت دي هي أنا بقول إن هي، ونبهت أبو سلمى بحالتها وقلت له إن في بنت بتتواصل مع إسلام وبتديله أخبار بنتك وهي صاحبة سلمى خلي بالكم. ولكن القدر لا يمنع حذر، حصل اللي كان، وننتظر التقرير هيقول إيه، وإن شاء الله إسلام مدرك لكل أفعاله، وإن شاء الله الحكم هيكون بالإعدام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.